الشيء الثالث، لنحاول أن نشارك الإمام الحسين بنسبة مئوية ولو متواضعة معنا، ولو 1%. ولو 2% نشارك الإمام الحسين صلوات الله عليه في أموالنا. هذه القضية نقلها لي قبل فترة قصيرة أحد المؤمنين المطلعين بهذا النحو. قال كان هنالك في كربلاء المقدسة شاب، هذا الشاب كان يشتغل التاجر، وكان ذلك التاجر يعطيه في كل شهر 3 دنانير أجرته. في يوم من الأيام 3 دنانير قديما كانت مبلغ جيد، في يوم من الأيام جاء هذا الشاب إلى ذلك التاجر وقال له أقرضني 100 دينار. قال له وماذا تصنع بها؟ قال أريد أن أتزوج. التاجر قال له ما أعطيك. قال له أداء هذا القرض مضمون، ماكو خوف، أنت تعطيني كل شهر 3 دنانير، استقطع من هذا المبلغ إلى أن ينتهي 100 دينار. التاجر قال له ما أعطيك. قال ما تعطيني؟ قال لا. قال إذا ما تعطيني أنا بعد ما أشتغل عندك. وخرج من الدكان متأثرا. إلى أين يلجأ؟ لجأ إلى الملجأ الأخير، بل الملجأ الأول، وهو حرم الإمام الحسين صلوات الله عليه، وهو متأثر جدا، وقال للإمام الحسين صلوات الله عليه: أيها الإمام الحسين، أنا إلى الآن كنت أشتغل عند التاجر الفلاني، أنا من هذا اليوم أريد أشتغل عندك، وكل ما أحصل عليه فنصفه لك ونصفه لي. قالها بتأثر وخرج من الحرم. عندما خرج واحد شافه قال: يا فلان، أكو هنالك دكان معروض للإجارة، تستأجر هذا المكان؟ قال: أنا ما عندي شيء، ما عندي مبلغ. قال: ادفع الإجارة فيما بعد متى ما تمكن. اجى هذا الشاب إلى الدكان، شاف دكان جيد، استأجر ذلك الدكان وبدأ يشتغل، وتحول إلى تاجر من التجار، ووفى بعهده مع الإمام الحسين إلى آخر حياته. والآن ذلك الرجل في أحفاده يوجد العشرات من الفقهاء والخطباء والمجتهدين والعلماء العاملين في أحفاد ذلك الرجل. نحن ينبغي علينا أن نشارك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في حياتنا،
هذه الخدمات وهذه الأعمال إن شاء الله كلها تكون ذخيرة لآخرتكم، وإن شاء الله تأخذون من كريمة أهل البيت في قم ومن الإمام الرضا في مشهد صلوات الله عليهما جميع الحاجات الدنيوية والأخروية، وتعودون إلى بلادكم إن شاء الله سالمين غانمين موفورين. ونسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام الحسين وكريمة أهل البيت والإمام الرضا أن يكشف هذه المحنة عن المؤمنين في العراق. المحنة العظمى انتهت، المحنة العظمى كانت وجود النظام البعثي، هذه أكبر محنة كانت للمؤمنين في العراق. البعثيين كان بإمكانهم في يوم واحد يعدمون 1,000,000 بدون أي مانع. الحمد لله، الله تعالى من، وهذه المحنة الكبرى انتهت، ويجب علينا جميعا أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة. إن شاء الله هذه المحنة الثانية تنتهي أيضا، ويعود الأمن والسلام والاستقرار إلى العراق كله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.